اكيد هذا هو المنطلق، هو التكريم لهذه الثقافه، جزء مش الثقافه التطوانيه ولكن الثقافه المغربيه. نعم. لان تطوان جزء من المغرب، فبالتالي كان الهدف ديالي هو انني ندير فيلم. بحال اللي قال واحد الاصدقاء المخرجين مفتكر، قال خرج من الفيلم فرحني لانه رجع بيا الفكره الاولى، قال خرج من الفيلم وانا فخور بمغربيتي. انا بالنسبه لي اللي كندير الفيلم، وكان كندير الفيلم اولا اللي كنبغي نشوف انا كمتفرج، وكذلك نبغي جي اونفي دو ترانسميتر كلكو شوز، اي سو كلكو شوز بور موا سي هاد اننا كننتمي لواحد البلاد، وكاننا نتحملوا المسؤوليه ديال اننا كننتمي لواحد البلاد، فبالتالي كنبغي نبين المواقع ديال الضوء في هاد الثقافه هذه، باش ما يبقاش عند المواطن المغربي بكل تواضع، ما يبقاش عند المواطن من نموذج كيتستورد، ولكن نموذج كينطلق من هنا وكينفتح للعالم. وكنستحضر مجموعه الافلام مغربيه وماشي مغربيه على انني ما نطيحش في الفولكلوريا، لانك كتصور في بيت عتيق، بيت عتيق جميل، وكنت كنحاول على انني رغم انني في بيت عتيق جميل نركز على الشخصيات اكثر من المكان، فالمكان كيكون متضمن في النفسيات الشخصيات وما ياخذش حصه الاسد، لانني ما كنديرش فيلم توريستي، كندير فيلم روائي كنعاود قصه. سؤال ديال اللجنه على ان الكاستينغ، قلت لهم ان الكاستينغ غادي يكون كاستينغ محلي، غنعتمد فيه على واحد الطريقه اللي اعتمدتها في الكورميتراج بالكو اتلانتيكو في زمان الرفاق، هو انني ناخذ ناس من خارج السينما ماشي محترفين، ولكن نشتغل معاهم ونوصلهم للاحترافيه.